يشكل القطاع المصرفي 356% من إجمالي الناتج المحلي، أي أن حجمه أكبر بأربع مرات من حجم الاقتصاد الوطني، ما يعني أن خروج الرسامير المودعة فيه يشكل هزة لهذا القطاع. وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث عن بداية خروج للرسامير. إذا نشوف أرقام ودائع القطاع المصرفي، نشوف أن الودائع بلغت 150 مليار دولار بآخر آب 2015، وبأول 8 أشهر من هذه السنة ارتفعت الودائع ب 5 مليارات و 200 مليون دولار، يلي هو مبلغ شبيه لارتفاع الودائع بأول 8 أشهر من 2014. وخلال الأحد عشر عاماً الماضية والتي شهد فيها لبنان العديد من الخضات الأمنية والسياسية والاقتصادية، اقتصر خروج الرسامير على عامين فقط وضمن مدة محددة. أول حالة هي من بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 8 أسابيع يلي تلت الاغتيال، شفنا تحويلات ودائع من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي وخروج الودائع من القطاع المصرفي، بس توضحت الصورة الجيوسياسية بلبنان، وقف المنحة ورجعت هالودائع إلى القطاع، وكان حجم الودائع اللي خرجت من القطاع 5% من مجموع الودائع بهذيك الفترة. الحالة الثانية هي وقت الحرب الإسرائيلية على لبنان، حرب تموز 2006، صار في زيت المنحة، وحين إعلان وقف إطلاق النار وقف هالمنحة، وكمان رجعت الودائع إلى القطاع المصرفي وخرج بهذيك الفترة 3% من مجموع الودائع. وإذ أكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل على التباطؤ الاقتصادي، نفى أن يكون لبنان على شفير انهيار اقتصادي، عازيا السبب إلى أن الثقة في القطاع المصرفي اللبناني إلى تزايد من خلال استقطاب المزيد من الرسامير، إضافة إلى المستوى المرتفع من السيولة في القطاع والتي بلغت 150 مليار دولار.